هو يدير لها هكذا يبقى يدير لها هكذا راه ما ديرش هي ما تخدمي باش حاجه كي نحولها نردها كي نحولها نردها تمتم والخيط غادي خدام ومين كان بينه الخيط راه غادي ينهيها هكذا ها هو غيتسالى بوحدو حتى العقده ما تعقديش انت ها الخيط سالى راه السيستيم هذه ها الخيط سالى وانا ما تعقديش هي كتخدم الخيط هي عطاتك العقده هنا شوف شوف عطاتك دابا العقده هنا مخيطه على الخنشه هذا هو الوجه الزربي شتيكي ولا تا حسكي على دنيفو نقص هكذا الوجه هو هذا هو هذا هو اللي كتحس بالمقص كيضرب لي فلاسه كتخرج لي ها الخيط غيمشي شوف شوف كتنزل عامره الضربه مشات ملي كتطلع كتخليها لتحت هكا منهش لي بلا بزاف هنا هنا ما نطلعش هكذا ما نديرش هكذا لا انت نرد الخيط هنا انت ضربت جبت بشويه حولت تضرب حلو بزاف يجي مشد يجي هنا مشد خاصو يجي مخيط جرعه بشهاد طلع بشويه ورد باش يجي هنا مخيط باش يعطينا هاد عبارنا هذا كنقطعو واه كتقطعو بالمقص واه غنحيد الخيط قطعته يعني بغيت نبدل له قطعته انا غادي خدام خيط كيمشي شتي راه مشى حتى غيتسالى بوحدو بغيت نبدلو هكذا قطعته انا غنحيد الخيط دابا ندير اللون اللي بغيت هنا الظهر ديال الزربيه انت الضربه اللي ضربناها هما تخرجوا خيطين حسكو على الديبو مقص هيا طلع بسيط هاد الشيء هذا ابسط طريقه سهل دير 10 دراهم اسهل حاجه هادي وزوينه نزلت الليبره كامله ما نشدش الخيط مطلوق الخيط ها ليبر بحال شاد ستيلو من طلع ليبره هاد الراس هذا ما نشدوش بزاف من الميكا شوف كيفاش غنحولو ها هو التحول شتي نرد هنا حتى للحد الخيط مشى بسم الله جوج غنصيب لك خيط سير خايف خذوا شاركوا معنا في الارتيزان هذه واحد الفكره ما كايناش شي مدرسه كديرها بصفه نهائيه فن الابداع هذا كيف تسمى العمل تعالوا حدايا ها انت الشباب دايرين بيا وسيصوروا فيا تبارك الله هذا شاد ستيلو دابا اللي بغيت الناس يفهموا وهي هاد الهزه شحال كنهز الابره واش كنجرها يتبع الخيط واش كنخليها لاصقه اشنو غنفهموا من هذه الطريقه هذه باش هذه هي خصها تهز بشوي تحول ياك الطريقه باش تحولي ونردها تتوصل هنا والخيط مطلوق ندير الحذر من هاد المسائل ترجع حتى لهنا وهذا ما يكونش مزير ومنظوم الخيط ماشي مشكله نتاع دابا ملي غنتفعلي بالتا هنا غيزيد الخيط انت ردي ولا زاد ولا ما زاد الضربه داز انت مشات الضربه نزلت عامره انت ملي غتطلع الخيط ما غيتحركش ردي البالا ما تحركش الخيط ياك يعني ملي كتنزل كتنزل في بلاصتك تما تخرج من ماشي ماشي نخرج قال ما نخرج تخرج وتدفع في بلاصتك شوف كنتحول هكذا كنخطو خطوه حداها قريبه هكذا لا بقيت نضرب في بلاصه وحده ما نمشيش سيرفيه هاد العين صاده لهنا صاده لجهه خاوه نراجع معاه بحال الزيكزاك الماكينه خيط غاديه هي كتشارجين هنا وشهرش كي كتشارجي هنا كتشارجي كتمشط كتمشط في الاخرين لا تي لا صبر غنحيد الخيط قطعته وين نبدل لهم قطعت الخيط الخيط حيدته شتيت راه غادي غادي خيط ياك راه غبر ها هو مشى علي بلا خاوي بلا ما نعقد قلب لهاد الجهه هذا الظهر هذا الظهر قلب هنا بلاتي هذاك الشيء كيخرج هنا ها هو فينا هو الضربات كي ضربت ها هما فينا ماشي يخرجوا هنا مخيطين على الخنشه صافي مام باش غندير ليهم انا ما كنبيع الزربيات انا راه هذه الفكره هي اللي كنبيع اللي كنوريكم راه كنبيع هذا المفتاح معاك خويا هذا هو وجهه علاش قطعنا 40000 ساعة احنا مين خدمنا منين؟ انت اللي خدمت من هنا هذاك الشيء خرجنا قطعته يعني خدمنا كونتر على الظهر احنا قطع هذا الوجه ها هو ندير الخيط ماشي على خيشة شو الفكرة هي كل شيء مجرد هذه فكرة ماشي على خيشة فردت فردت الله يزيني يا مانت نزل لي ابره كامله ما نشدش الخيط بحال شاد ستيلو خيط مطلوب نهز لي ابره بشويه نحولها نردها
فين تحول ترجع هو في هذوك اللعيبات ديال وحده قدام لا حداني تما انت بحال فتي جوج ولا وحده ما عندكش مشكل المهم المهم ها شوف المهم هو ما تهش هكذا ها علاش كنهضر ما كنهضرش انا ما كنهضرش هادي ما تبانش صنبي انا ما كنهضرش انا ما كنهضرش على الخيوط ديال الخنجر واحد جوج ما عندكش مشكل المهم انت ما تحداش ما تخليش هاد لي سباس هاد الراس ما يتقطعش ملي كيبقى هكذا هك هك وردوا هك دردوا ايوا هك دردوا هك دردوا هك دردوا باش يعطيك هاد العبار حين تي تطلع هكذا ما غاديش تعمر هنا واش فهمتي هذا هو اللي خذ لي بغا شي وحيده بسم الله اشرح لك انا غنشرح عليه انا هنا انا راه داير خنشه وكرسي ونسرح شويه في السوق بحال الحمق علاش غير باش نفهم الناس خذ ولا بغيت باش تعطيني تعمر لي جهه اخرى انا خنشه كتذوبنا ولا غير خنشه خنشات وحده في وحده باش كيجيو الخيط ما غنشدوش انت غنشدها لي بلا ملي غنطلع انت هلي مهم هاد الطلعه ما تفوتش الميكا كيفاش غتحول ها تحولت ياك تمتم رجعت تحولت تمتم ترجع باش يجي من تحت عامر انت والخيط مطلوق من الفوق ما يدوش شاف خيط ما نزيروش باش يمشي باش ديما غاديه هكذا ونطلع بشويه هكذا راه تعود على اليد ديال الانسان ممكن يمشي بها بزاف بحال ما الشكل هذا كتشارجي هي هي كتشارجي شتي كيما كنزلها كامل كيجي شي مقاد مريقل وتنهزها ما كنشربو نحيد الخيط نقطعوه يعني بيت نبدلو نقطعو هادي راه فكره خصنا نفهمو الفكره نتاع قطعت الخيط انا غادي خدامه شوف الخيط راه غادي شوف كيفاش كنهز الابره سمعني فهاد التبديله كيفاش نبدل الخطوه كيفاش نحولها من هش الفوقة نجر شوية نكحزها شوية نردها كاملة والخيط راه غادي خدامة هانت بحال الماكينة ها الخيط سالم كتقتل الخيط هي بلا ما نعقدو ها هو تسالم فين هو نقلب لي هاد الجهة نقلب لي هاد الجهة هادي وريها لبنتك لختك مراك هاهي شتيها ودابا جبدها هكدا فيكسات على الخنشة باش غنعملها من الفوق هكدا باش تي دابا الخيط كيفاش ولا كيتحسك ملي كيتحسك عاد كيعطيو منظر وكيجي زين خير كيحكي له الزربيه فيه هذا هو الفاصل تاعها كتجي مبطل خير لي برا راه دايره 10 دراهم ساهل هذا الشيء وزوين اللي بغى يشارك معايا في الارتيزان يدوز داك السلف ندير الخيط فوق هنا نمشي خدام هذه راه عندها واحد الدور مهم في المجتمع علاش لان المساله داخله في التربيه شي بنيه في الدار الى اخره توريها هاد الحويجات هادو بحال البلايص اللي خاوينها كنعمرها ما عرفتش ليس خاوي نعمرها ما عنديش مشكله نهز نزل بالابره كامله نمشي للبلاصه اللي خاوي نعمرها نزل نطلع بشويه نزل نطلع بشويه انا غادي خدام الخيط كيمشي 10 دراهم شوف البلاصه اللي خاوي نعمرها انا البلايص خاوي انت نعمرها نضرب نجبد بشويه نضرب نجبد بشويه الخيط غادي خدام راسو فين كيتشارجا كيتشارجا الجهه الاخرى او كيتشارجا حسكو بالقص كيجي مقاد داكشي هادشي راه زوين البنات العيالات في الدار فن فكرة زوينة هادي العام خير الخيط غادي خدامة نبغي نسالي الخيط نسالي بواحد الطريقة سهلة نقطعو غير من الفوق انا غادي خدام الخيط كيمشي فهمت منهزش غير ليبر الفوق الخيط سهلة هنا الظهر الزربية نتاعها هي عطاتنا هنا العقدة خيط على الخنشة فين هاد القصة شو الزربية كيفاش كتجي ابسط طريقة نعمم اسهل طريقة الزربية هادي اللي بغى نفتحها راه دايره 10 دراهم وشاركوا معنا في الصنعه التقليديه هذه راه فكره زوينه كاع ما تلقاها تفوت عليها هنا ما تلقاهاش اللي يفيدك بها تعطيه حتى 10 ولا 10 ونص لا تقطع شويه من الميكا هذا الراس هذا ما نطروش من الميكا شو شحال غيتحب باش الطريقه باش غيتحولها تحول هنا لهنا ونزل حداها هانت بحال الماكينه ونضرب لي بغيت تنزل كامله باش تعطيني الخيط لهنا لتحت بسم الله اللي بغى شي وحيده راه 10 دراهم السيستيم زوينه البنات العيارات في الدار فن عندها واحد الدور الزواقه هادي تراسيها بستيلو انت بستيلو في ترا صاحبي الزواقه كنجي نعرف ليها ما نكونش ندير هكذا ها قرون غلوح الميك اللي برا لا نرد الخيط هنا انت هكذا نزل بالابره كامله نطلع بشوي نردها بشوي نردها الخيط غادي خدام دايز الخيط خلي خيط خلي خيط من الفوق دايز هكذا خنشه ديال الخنشه هادشي ديال الزربيه ميك هكذا ما نشدش خيط الديره هزها شوي
نردها هكذا، هزها نردها، هزها نردها، الخنشة دوبلة تكون خنشة مدوبلة وهي كتعطيك لها الجيد. اللي بغى شي وحيد 10 دايما يرمي خدام غادي الراس دايس ونسر بها الخيط سيرة تكا على النيفو نقص هكذا. خنشة كندوبل عندي جوج خنشات أنا وحدة فوحدة باش نولي خدام على ربعة فورقات هكذا ويجي داك الشينالي اللي بغى نفتحها جرب شوية التليفون لور باش الناس يشوفوا هاد البنية هانت هاكا التليفون راه غايجيبها وخا هانت هز ليبرا بشوي نردها هزها بشوي نردها شوية نردها الماكينة الخيط غادي خدامة ما نحبسو ما نقرب ليها دايز هو الراس هكذا هز هانت عام خويا شي حاجة سولني ماشي مشكلة.